طب بس خلوني بعد إذن حضراتكم أخذ معنا على التليفون سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك سيادة السفير. أهلا أستاذ يوسف، أهلا وسهلا. إزاي الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله. يتساءل المواطن العادي يا سيادة السفير إنه يعني إيه منتدى للتمويل الإمائي؟ يعني إحنا ممكن نكون اعتدنا خلال السنوات الماضية مسألة التعاون الدولي، لكن يعني إيه التمويل الإمائي؟ التمويل الإمائي حضرتك طبعا ده اللي هي كنا يعني بنسميها مساعدات التنمية، سواء من الدول المانحة أو من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية زي البنك الدولي، زي صندوق النقد الدولي، زي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، زي البنك التنمية الأفريقي. فحضرتك مساعدات التنمية كانت حجر أساسي في العلاقات الدولية في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، والآن تحولت التسمية إلى التمويل الإمائي، أي التمويلات الخارجية سواء من دول مانحة أو من مؤسسات مالية واقتصادية دولية، تمويل للدول النامية بغرض إيجاد الموارد المالية اللازمة لتحقيق الخطط التنموية المختلفة. فخدنا مثلا أفريقيا على سبيل المثال، أفريقيا عندها خطة طموحة اسمها خطة التنمية المستدامة أجندة عام 2063. حضرتك دي خطة تنموية مستدامة طموحة جدا، لكن لتنفيذها الدول الأفريقية محتاجة لموارد مالية كبيرة جدا غير متاحة لها، والأمور بتتشابك وبتتعقد. إذا أخذنا في الاعتبار أنه الجانب الآخر من التمويل الإمائي والذي يجب أن نضعه دائما في اعتبارنا هو، وبالنسبة للدول الأفريقية، أن في دول أفريقية حضرتك مديونتها الخارجية من أعلى مديونية في العالم، ونظرا للظروف الدولية جائحة كورونا ثم الحرب الأوكرانية ثم والعقوبات الغربية على روسيا، ده حضرتك يعني أولا قلل قدرة هذه الدول على سداد ديونها، الأموال التمويل الإمائي قل جدا، وفي السنوات القادمة في ضوء طبعا الركود المتوقع في الاقتصادات الأوروبية بدءا من هذا الشتاء والمدة على الأقل 3 أعوام قادمة، أعتقد أنه التمويل الإمائي حيمثل تحديا كبيرا للدول الأفريقية والدول النامية. مفهوم جدا. طيب أهمية يا فندم أنه مصر تقوم بمنتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مدى أهمية أن مصر تقوم بالخطوة دي إيه؟ مصر كانت حضرتك يعني من الستينيات والسبعينيات والعقود التالية كانت دائما من الدول الرائدة حضرتك على مستوى العالم الثالث وفي المنتديات الدولية في الحديث عن مساعدات التنمية وعن التنمية، ومصر كانت يعني تتعاون في هذا مع دول عربية مثل الجزائر. الجزائر بس أذكر أنها في السبعينيات تقدمت وتم تبني أو تمت الموافقة عليه في ذلك الوقت ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول، وده كان حضرتك بيركز على مساعدات التنمية بشكل كبير. فمصر حضرتك من الدول على مستوى العالم الثالث الرائدة في أولا وضع خطط تنموية اقتصادية، وثانيا حضرتك التمويل الدولي، ترشيد التمويل الدولي لتنفيذ هذه الخطط، لأن أي خطة اقتصادية الدول النامية تضعها بيبقى فيه حضرتك تمويل عملة محلية ومكون من العملات الأجنبية. طبعا مصر كانت مصر وقعت اتفاقيات عديدة، مصر ترتبط حضرتك يعني في إطار الحديث عن التمويل الإمائي، مصر ترتبط
باتفاقيات متعددة مع منظمات وتنظيمات دولية زي اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبيتم بموجبها تسديدها كل فترة زمنية، والاتفاق على مساعدات مالية محددة، ويتفق الطرفان الاتحاد الأوروبي من جانب والحكومة المصرية من جانب آخر على أوجه الإنفاق. فمصر حضرتك يعني منتدى مصر في التعاون الدولي والتنميل الإنمائي بيجي في إطار حرص الدولة المصرية على تعبئة على الإسهام في تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ الخطط التنموية. عظيم. السنة دي الجديد في الموضوع إن مصر بتربط بين محاربة التغيرات المناخية والتمويل الإنمائي وكيفية، طبعا في إطار الحديث عن التغيرات المناخية ومكافحة التغيرات المناخية، هناك أموال الدول المتقدمة أو حضرتك صناديق وفقت عليها الدول المتقدمة مبلغ 100 مليار دولار مخصص لتقديم مساعدات للدول النامية وخصوصا في أفريقيا لمحاربة التغيرات المناخية من جانب، وللتحول إلى ما يسمى الآن بالاقتصاد الأخضر أو الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة من جانب آخر. إلا إنه المئة مليار دولار دول غير كافين على الإطلاق، لأنه يعني عمليا إحنا محتاجين في العالم حوالي إنفاق سنوي 800 مليار دولار. الدول الكبيرة اللي مسؤولة أصلا عن هذا التلوث على هذا الكوكب عندما تمنح فقط 100، فيعني ما أظنش إنه ده كافي، خصوصا في ظل دول كثيرة جدا محتاجة أكتر من كده بكتير لكي تتحول تكيفا مع التغيرات المناخية. أنا مشكورك جدا سيادة سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق.